لكن كمان زي ما بقول لحضراتكم على مستوى التحليل الرقمي ده كمان مهم، بنعرف بعض الأرقام بعض المقارنات، بنتكلم كمان على شكل تكتيكي، ازاي فرقة الرجاء بتعمل البيلد اب من تحت، ازاي بتضغط، ازاي الكور الثابتة زي ما الكابتن عمرو قال. تعالوا مع بعض نروح يعني مع ضيفنا النهاردة طبعا محمد الباز، يعني متخصص في التحليل الكرة العالمية والأفريقية، نشوفه وكمان نتكلم من خلال النقط اللي هيتكلم فيها على مستوى الأرقام كمان هنناقشها إن شاء الله مع نجومنا الكبار. باز مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، سنة حضرتكم طيبين، مساء الخير على الكباتن، وان شاء الله يقبل فرحتنا في العيد بالفوز بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باز كنا بنتكلم طبعا مع الكباتن، لكن عايزين نعرف كمان على المستوى الرقمي، على المستوى الرقمي اكيد في بعض المقارنات بعض الارقام اللي ممكن يكون ليها دلاله على المستوى الفني، محضر لنا ايه النهارده؟ طبعا اكيد فريق الرجاء فريق قوي جدا، هنبص النهارده على شويه ارقام مقارنات على المستوى الافريقي بالنسبه مشوار الرجاء في محليا ايضا في الدوري المغربي عامل ازاي. كلنا عارفين وحول الكباتن وحضرتك كلمتوا ان الرجاء ماشي بشكل كويس جدا على المستوى الافريقي، اقوى خط هجوم حتى الان بعد دور المجموعات. جايبين شويه مقارنات بين الاهلي، مشوار الاهلي في المشوار الافريقي ومشوار الرجاء، وهنعرضها نشوف عدد المباريات، احراز الاهداف، الاسيست، استقبال الاهداف، هناخد بعض النقاط الرقميه وازاي نترجمها فنيا وازاي نشوف مدى قوه الفريق الرجاء كمنافس للاهلي ونقاط الضعف ايضا. يلا نستعرض مع بعض اهم الارقام، مشوار الرجاء والاهلي في دور المجموعات او في المشوار الافريقي. زي ما احنا شايفينها كابتن هاني، عدد المباريات كان 6 مباريات، نتكلم النقاط 16 للرجاء و10 للنادي الاهلي. فوز طبعا للرجاء 5 مباريات وتعادل في مباراه واحده، يعني بنقول ان الرجاء ما خسرش ولا مباراه حتى الان في مشواره الافريقي. الاهلي طبعا عندنا فوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وهزيمه في لقاءين. بالنسبه للاهداف في الرجاء ليه 17 هدف، زي ما قلنا ان هو اقوى خط هجوم حتى الان في المشوار الافريقي او في دوري بطوله افريقيا للابطال. الاهلي طبعا احرز 14 هدف، يعني برضو الاهلي معدل احراز الاهداف عالي، معدل عالي طبعا، بالنسبه يعني لعدد العدد المباريات بالظبط. استقبال الاهداف الرجاء طبعا من اقوى خطوط الخط الدفاع ايضا، استقبل 3 اهداف، الاهلي استقبل 8 اهداف حتى الان في المشوار الافريقي. من هنا بنتكلم في جزئين يا كابتن هاني، بالنسبه لمعدل احراز الاهداف 17 هدف ده معدل كبير، وزي ما قلنا ان هو اقوى خط هجوم. ايضا على مستوى صناعه الفرص، الرجاء هو اقوى فريق في صناعه الاهداف، صنع 18 فرصه محققه. الناس بتقول شويه ان مجموعه الرجاء ممكن تكون اسهل شويه من مجموعه كنت لسه هقول لك النادي الاهلي، المباريات سهوله المباريات شويه للرجاء يمكن فتحت له المجال انه يجيب عدد كبير من الاهداف بشكل او باخر، او ما يخشش فيه اهداف بعدد كبير يعني. بالظبط، ولكن احنا لو بصينا الناحيه الثانيه على المشوار المحلي وده مشوار مهم جدا عشان نشوف في اثناء طبعا المباريات الافريقيه في هناك المباريات المحليه. صحيح. يعني نتكلم دلوقتي على المستوى المحلي، الرجاء والاهلي تقريبا مقاربين في عدد المباريات، 22 مباراه. بالنسبه للفوز، الرجاء فاز في 9 لقاءات تعادل في 7، الاهلي طبعا 16 ولا هزيمه حتى الان، اما الرجاء خسر في 6 لقاءات. عدد النقاط 35 وبيحتل المركز الخامس ترتيبه على مستوى الدوري المحلي. بالنسبه للاهلي طبعا المركز الاول في الصداره. الاهداف المسجله كابتن هاني، احرز 25 هدف حتى الان، الاهلي طبعا 40 هدف، اقوى خط هجوم. بالنسبه للشباك النظيفه حتى الان الرجاء طبعا 10 لقاءات اما الاهلي 14. بالنسبه لصناعه الفرص زي ما قلنا هم مميزين ايضا في صناعه الفرص المحققه، 15 فرصه الاهلي طبعا 25. مثلا على مستوى الاهداف المستقبله، على يعني الاهداف اللي دخلت فيهم في الدوري هتلاقي 20 هدف، ده عدد كبير 20 هدف طبعا يعني. وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، هننقله من الارقام للناحيه الفنيه. بنشوف برضو عندهم مشاكل كبيره جدا على مستوى خط الدفاع في استقبال الاهداف، برضو عندهم مشكله كبيره جدا وهنعرضها بالحالات الفنيه. ولكن يعني قبل ما نروح يا كابتن هاني على الحالات الفنيه وازاي نترجم الارقام، عايز اقول ان في خلال اسبوعين او 3 اسابيع الماضيين الرجاء خسر، او في اخر 6 لقاءات، اخر 6 لقاءات ليه في الدوري المحلي خسر في 3 لقاءات، تعادل في لقاءين وفاز في مباراه واحده. يعني خسر في 3 لقاءات، وده طبعا
بيورينا برضو معدل او المستوى بتاعه الفني على الناحيه المحليه او في الدوري المحلي مش افضل حاجه مقارنه بالافريقيا. طبعا ده معدل التحليل لنادي الرجاء ده افريقيا، يعني احنا بنتكلم برضو من ناحيه التمريرات ومن ناحيه الاهداف، يعني لما قلنا احرز 17 هدف اقوى خط. اصل برضو في بعض الارقام كده معدل التصويب، يعني بيبقى في ارقام كده المدربين بيقفوا عليها لان معدل التصويب 12 في المرمى 6. انا رايي ده معدل عالي، لما بتشوت 12 تسديده ما بين القائم او اهداف بتبقى 6 اهداف او 6 ما بين القائم والعرض، ده رقم ممكن المدير الفني يسجله ان لا نخلي بالنا جدا ويكون عندنا ضغط عالي بالنسبه للمسافات اللي ممكن تسمح بالتسديد اللعيبه، ان احنا نعمل بلوكات كويسه وكمان نعمل فولو اب على حارس المرمى. لو تسدد من بره ال 18 يبقى في فولو اب على محمد الشناوي. في ارقام كده بتبقى فعلا لازم يكون ليها وقفه، لكن مش كل الارقام طبيعي بتكون المؤشر. يعني انت بتتكلم المباريات المحليه ما كانش في عدد فوز كبير، اتغلب 3 مباريات، ممكن ده ما بيكونش مؤشر لضعفه خلال مباراه بكره. فكل حاجه بيبقى ليها تحليل يعني مختلف عن التحليل الفني. صحيح، يعني المباريات الكبيره زي مباراه بكره ان شاء الله كابتن، ده لا حسابات اخرى، يعني لا تقارن بالمشوار طبيعي. حتى المحلي او المشوار السابق افريقيا، ده لها استراتيجيه معينه، كل مدير فني بيشتغل بطريقه معينه، دارس الخصم بشكل كويس جدا. زي ما حضرتك قلت الارقام ممكن تكون يعني انديكيتور او ممكن يكون يعني منها بناخد بعض الحاجات اللي ازاي نطبقها فنيا. هم مميزين في صناعه الاهداف، طب منين بالظبط في ارضيه الملعب بيلعبوها ازاي، مين مفاتيح اللعب اللي دايما بيعتمدوا عليهم، وده اللي هنبدا ان احنا نعرضه في الحالات. يعني معدل التصويب اون تارجت او على المرمى 6 من 12 50%، ده معدل طبعا جيد. كبير جيد طبعا. يعني زي ما حضرتك قلت احنا عايزين ناخد الارقام ديت ونشوفها تكتيكيا. يعني برضو الشباب بيعرضوا المعدل العام التحليل لنادي الرجاء، بنتكلم في نسب الاستحواذ 54%، يعني حاجه برضو مش جيده طبعا، مش سيئه. وبنتكلم على معدل التمريرات الصحيحه، بيلعبوا الشورت باص بشكل كويس جدا. ده بقى الارقام اللي بياخدها المدير الفني. يعني ممكن جدا معدل الاستحواذ محدش باين استحواذ ايجابي ولا سلبي، هم بينقلوا في نص ملعبهم ولا بينقلوا في نص ملعب الخصم، دي عمليه لسه مش باينه قوي. لكن التمريرات الصحيحه عندهم قدره على البيلد اب، عندهم قدره ان هم يحتفظوا بالكره بشكل كويس. يعني صحيح، واصلين لنسبه 84% من ومعظم التمريرات عندهم بتبقى تمريرات الشورت باسس اكتر او التمريرات القصيره، بيلعبوا اللونج باس ايضا وهنوريها النهارده في ارضيه الملعب بيلعبوها ازاي. معدل اهداف زي ما قلنا 17 بالنسبه لدخل مرماه 3 اهداف، ومعدل التصويب على المرمى زي ما قلنا 12. لو هننقل بقى كابتن هاني ازاي هم بيعملوا كده، حضرتك قلت حاجه مهمه جدا الاستحواذ، هل استحواذ سلبي هل استحواذ ده مهم. ايجابي، لو نبدا بالحالات ونخش على البيلد اب وبناء الهجمه ازاي بيعملوه وازاي بيعتمدوا على مين بالذات. يعني دايما بيبداوا الهجمه من ورا اعتمادا على الاثنين سرد باكات طبعا جمال الحركاس واسماعيل المقدم. طيب ده نبدا نشوف ده طبعا عمليه البيلد اب او عمليه البناء في حاله لو الفريق اللي قدامه ما بيلعبش هاي بريشر، بيلعب يمكن تلتين ملعب. اتفضل يا باسل. زي ما قلنا هم دايما بناء الهجمه كابتن هاني بتكون من ورا باعتمادا على اثنين سيرد باكات، وبيبدا بيلعب دايما كابتن هاني الاثنين الاظهره بيلعب بيهم كفول باك، بيطيرهم ودايما بيعتمد على اثنين سيرد باكات سواء جمال حركاسه او اسماعيل مقدم، وبينزل لهم دايما زي ما احنا شايفين كده رقم 4 اهوت، ده اللي ناحيه الشمال ده اسماعيل المقدم اللي هو اصلا بيلعب سيرد باك، فهو اللي بيفتح كابتن هاني ناحيه الشمال او الناحيه الثانيه برضو بينزلوا ناحيه يعني باك. خلينا بس يعني هو بيبداوا السيرد باكين يفتحوا، والباكين اذا كان ظهير ايمن ظهير ايسر بيطلعوا لقدام، وبيبقى صحيح. واحد من نص الملعب رقم 4 دوت بينزل، ويبقى تقريبا بيبداوا اكنهم بيبداوا بثلاثه، يعني البيلد اب بثلاثه من ورا. يعني صحيح، بيلعب البيلد اب بشكل ثلاثه او مثلث مقلوب، دايما بينزل لهم من نص الملعب سواء كان اهولو الراجل الديفندر او بينزل لهم وليد الصبار. صحيح. يعني احنا لو مشينا كابتن هاني احنا زي ما قلنا دايما الاظهره بتلعب الفول باك بيطيروا ويبدا هنا زي ما احنا شايفين ناحيه الشمال ده الراجل البنتاجي، يعني هو دايما بيطير علشان يفتح له في يسري بوزوك الراجل الجناح الشمال اقصى الشمال زي ما احنا شايفين، وتبدا الهجمه. هم عندهم استراتيجيه هنا في حاله البيلد اب،
زي ما حضرتك قلت بالظبط ان الفريق المنافس ما بيلعبش الهاي بريشر الضغط العالي، فبيلعب هنا لو بلوك الضغط فبيسمح له ان هو يتحرك براحته. هم عندهم الميزه ان هو دايما بيسحب الفريق الخصم ناحيه الشمال او ناحيه اليمين ويبدا يلعب اللونج باص او بيغير الملعب. يعني احنا لو كملنا شوف يعني هو يفتح مساحه يعني هو بيبدا يميل الكره ناحيه اليمين لما الفريق أو مثلا لو فريق النادي الاهلي بدا يضغط ناحيه الشمال بتتعمل سريعه جدا تروح الناحيه الثانيه ناحيه اليمين بالظبط، بيستغل المساحات هنا بيستقبلها طبعا سواء كان عبد الله عبد الاله مدكور او اللي يعني ده اللي هيلعب بديل عبد الصمد بدو زي ما قلنا مصاب والناحيه الشمال دوت زي ما شفنا نوفل الزهروني يا كابتن ده الجناح اليمين بينزل ودايما يعني لو كملنا هتلاقيه بيلعب الكوره في ظهر المدافعين بيجي له طبعا الجناح الشمال او بيجي له طبعا سواء كان حمزه خابه او محمد زريده الراجل اللي بيلعب دايما صانع الالعاب تحت الاثنين او الشادو سترايكر الشادو بالظبط كده. يعني لو كملنا هنشوف بيلعب بقى بيستقبل هنا وبيلعب على طول اللونج بول ده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني معظم لعبهم في التمريرات القصيره هي اكتر عشان الاستحواذ، ثم بيبدا ان هو ينقل الهجمه بالشكل دوت سواء كان يلعب اللونج بول في ظهر الخصم او المدافعين سواء كانت من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. وده لو شباب احنا ننقل بقى على الارقام ونشوف المعدل استحواذ الكوره في الملعب النسب المئويه عامله ازاي. وهنا هنا زي ما حضرتك قلت بالظبط الاستحواذ عندهم واصل لنسبه 53-54% بس فين في الملعب برضه عشان الناس تفهم. الجزء الاولاني نص الملعب اللي على الشمال اللي عليه 54% ده وسط الملعب بتاع فريق الرجاء او الوسط نص الملعب الدفاعي. بنبدا نقسم نص الملعب الثاني هو نصف ملعب المهاجم الهجومي نصين، هو عنده استحواذ 28% على نعتبر في نص الملعب او الثلث نص الملعب الهجومي الاوسط صحيح، و 18% ده في الثلث الاخير بالظبط. يعني 54% ده المعدل لعب الكوره بيكون في نص ملعبهم زي ما حضرتك قلت بالظبط. لو اتكلمنا على الثلاث خطوط الخط الاوسط 28% او حتى على زون 14 او زون 14 اللي هي امام منطقه الثلث الاخير يعني. الثلث الاخير هنا برضو نسب مش كبيره جدا لانه دايما البيلد اب والاستحواذ وشوت باس بتبدا دايما من الخلف وبيمثل نسبه كبيره جدا من استحواذهم. ده بيقول لنا ان الاهلي لازم يلعب هاي بريشر عشان نبدا ان احنا نغلطهم وناخد الكوره منهم في الثلث الاخير عندهم. تمام. لو هنمشي بقى هنشوف يا كابتن هاني الناحيه الهجوميه عندهم نفس الكلام، احنا بنتكلم في الخمس ممرات الهجوميه يعني عشان نشرح زي ما كل مره بنقول يعني الممر طبعا الممر اللي بتتكلم على اذا كان عندنا خمس ممرات 1 2 3 4 5 ناحيه اليمين اللي هو ناحيه الباك الشمال بتاعنا وبعدين الممر الداخلي الايمن يعني احنا بنتكلم على الممر الخارجي الايمن اللي هو فيه 6 الممر الداخلي الايمن 6 وده طبعا العمق اللي هي فيها لعبه واحده و7 دوت طبعا الممر الشمال هو الداخلي والخارجي اللي هو فيه 6 يعني ده عشان برضو عشان الناس تفهم برضو يبقى لو بنتكلم على الممر رقم 6 اللي هو ناحيه الشمال ناحيه علي معلول بالظبط جنبه عبد المنعم صحيح وبعدين جنبه ايا كان موجود متولي او ربيعه نتكلم على محمد هاني اللي في الزون رقم 6 مظبوط. يعني ده كان ماتش الوداد الاخير في الدوري المحلي عندهم يا كابتن هاني بتورينا هنا دايما بيلعبوا على الاطراف زي ما قلنا بيطير او بيلعب الاظهره كفول باك بيطيرهم وحتى الاجنحه وبيرمي الكوره كلهم الارقام دي عدد الهجمات من المنطقه اللي بيشتغلوا عليها بالظبط. يعني الممرين اللي هو فيه 6 و7 اللي هو الممر الداخلي الايمن والممر الداخلي الشمال بالظبط كده ده اللي بنسميها الهاف سبيسز او بالظبط انصاف المساحات اللي هي دايما ما بيلعبوش او بيلعبوا فيها بشكل ايضا كبير لان الاطراف بيستلم الكوره بيقدر ان هو يقطم او يدخل لجوه، اما اللعب في العمق مش كبير على عكس من سان داونز لما كنا بنشرح قبل كده. وده بتقول لنا ازاي زي ما حضرتك قلت بالظبط سواء كان معلول او سواء كان هاني ازاي نقفل الممرات دي بشكل كبير لان هو في المهم قوي ديت ان بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الاجناب، اللعب على الاجناب بشكل اذا كان ناحيه اليمين او الشمال بيعتمدوا على هجماتهم بشكل كبير جدا من الاجناب، ده صحيح. مهم جدا. ده كان ماتش الوداد، لو كملنا هنشوف ماتش الفتح خسروا 3-0 بالمناسبه في ماتش الفتح وبالنسبه لماتش الوداد كان تعادل، نفس الكلام هنا كان بقى هنا عندهم بس هجمات هنا اكتر في رقم 10 ده رقم كبير بيلعب من الداخل اهو بالظبط. يعني احنا دلوقتي ولكن احنا لو كملنا مع الافريج او المعدل العام بتقول لنا لا هم ما بيلعبوش في العمق بشكل كبير، يعني المباراه ديت كان مباراه الفتح وخسروا 3-0 فهم لما بيلعبوا في العمق بشكل اكبر فالخطوط عندهم خفيه بتفتح فهم استقبلوا اهداف كتيره وخسروا 3-0 تمام فده برده يعني 12 احنا بنتكلم لو احنا بنتكلم على ناحيه الشمال كابتن هاني احنا بنتكلم في
تقريبا 18 لعبه اتلعبت من ناحيه الشمال، يعني وهنا 17 دايما. صحيح. الاطراف هي الاكبر معدل من رقم 10 حتى في العمق. مظبوط. لو نكمل الماتش الاخير كان حسنيه اجادير برضو هنا بقى بص حتى العمق 3 يعني برضو ما فيش، هتلاقي برضو الاطراف هي النسب يعني استغلوا تقريبا 24 هجمه من ناحيه اليمين، بتتكلم على 20 هجمه من ناحيه الشمال وثلاث هجمات بس من العمق. صحيح، وده اللي شفناه لما كان الظهير بيتقدم وبيلعب اللونج بول في ظهر المدافعين في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. ده بالنسبه للبيلد اب والشكل المعدل لعب الكره بيكون فين بالظبط. لو هنتكلم بقى على اهم مشاكلهم او نقاط الضعف عندهم، الكرات الثابته دي بقى حاجه كده احنا لقطناها من الماتشات الاخيره للفريق الرجاء. ده طبعا كان مباراه الفتح يا كابتن هاني، في الكرات الثابته عندهم مشكله كبيره جدا في التمركز، في غلق الزوايات، حتى حارس المرمى، حتى الحيطه هنا اللي واقفه بشكل غلط، الكره اتلعبت بشكل مباشر جون، يعني دي اتلعبت على طول في المرمى بقت جون من غير يعني اي حاجه، من غير اي مجهود. دي اول كره ثابته، وده اول مثال في مباراه الفتح. نكمل نشوف برده الامثله الثانيه. ده ماتش الوداد، ده كره ثابته برده يا كابتن هاني، على فكره بتكلم على اخر 6 مباريات، احنا مش ما بعدناش كتير. هنا مباراه الوداد كره ثابته برده اتلعبت، يعني لو نكمل نشوف التمركز بتاع المدافعين ما فيش. ايوه طبعا، ارجع للصوره اللي فاتت برده عشان مهم جدا تعرف. اولا لازم تعرف التمركز دلوقتي اوريدي هم داخلين جوه قوي، يعني لو اي فرقه مميزه في الحاله الدفاعيه او منظمه اعتقد كل المدافعين لازم يكونوا على خط ال 18. مظبوط، لان الكره هتتلعب، فعندهم دلوقتي هيخشوا الصوره الثانيه هتلاقي تقريبا كل اللعيبه في ال 6 يارد يعني. وده اللي حصل هنا في اتفاق عددي، خلاص هربوا وما فكانش في رقابه بشكل مظبوط، ودي طبعا ترجمه هدف على طول. يعني نكمل هتلاقي خلاص الكره بقت في الشباك، لمسها طبعا لاعب الوداد. نفس المثال ماتش الثالث كان حسنيه اجادير، ده بنتكلم على اخر 6 مباريات، ضربه ثابته نفس الكلام من ضربه ركنيه. نكمل برده ونجيب الحاله اللي بعدها سريعا، وهنشوف برده ابرز مشاكلهم في الكرات الثابته. يعني انت بتتكلم عندهم مشاكل في الكرات الثابته الدفاعيه. مظبوط، تمام. يعني طبعا. نكمل نشوف المثال اللي بعد كده، هدف هي نفس الكلام هنا، ضربه ركنيه، ضربه ثابته او ضربه ركنيه كابتن هاني اتلعبت، ده ماتش حسنيه اجادير نفس الكلام على طول، مفيش الرقابه الصحيحه في وترجمت لهدف على طول. يعني بنتكلم في اخر 6 مباريات عندهم مشاكل كبيره جدا في الكرات الثابته. يعني نكمل برده في هجمه ثانيه، ده برده من ناحيه الشمال، بتقول لنا برده من اهم من مشاكلهم يا كابتن هاني الكرات العرضيه، الكروسات بتلعب من الاجنحه سواء يمين شمال، هنا برده ترجمت لهدف وعندهم مشكله يعني الكره اللي فاتت دي كانت كره متحركه؟ دي متحركه غير الثابته، الثلاث اربع امثله اللي شفناهم دي كانت كره متحركه برده، بتبين لنا اهم مشاكلهم في الدفاع والتمركزات حتى في الرقابه. ده بالنسبة لأهم مشاكلهم. كان عندنا هدف الفتح، هنا بقى هدف مميز جدا، بتورينا هم برضو عندهم بيخرجوا بره التركيز في معظم أجواء المباراة كابتن هاني. ده كانت مباراة الفتح، لو نتكلم الفتح بدأ البيلد أب من الخلف ومشوا بالكورة من غير أي ضغط من فريق الرجاء. لو هنكمل الكرة اتلعبت من ورا خالص من عند حارس المرمى، ده فريق الفتح. خلي السرعة اسرع شوية، اسرع شوية، هتلاقي البيلد اب دي كل تمريرات ده فريق الرجاء الاخضر طبعا عشان نكون عارفين لابس. بدأت الكرة اتنقلت 1 2 3 اكتر من 10 تمريرات راح على المرمى. نكمل مفيش ضغط، مفيش حتى التمركزات هنا، لو وقفنا في 2 وحدهم 1 في اخر يعني انت بتتكلم الجزاء. هو طبعا برضه مع اعتبارات مختلفة للدوري المغربي ودوري الابطال. صحيح. مع اعتبارات مختلفة لاكيد كل احترام فرق الدوري، ولكن انت بتلعب قدام النادي الاهلي، وبالتالي ما اعتقدش هم هيكون عندهم هذه الاريحية انه ما يضغطش على فريق النادي الاهلي. لكن خلينا في النقاط اللي انت اتكلمت عليها بشكل مميز جدا، مشاكل واضحة جدا في الكرات الثابتة الدفاعية، مشاكل واضحة جدا في العرضيات، الكرات حتى المتحركة العرضيات ما بيتعاملوش معاها بشكل جيد. مظبوط. ايه بقى عايزين نعرف كمان نقاط القوة عندهم، متميزين في ايه بشكل كبير يعني؟ الكرة التانية دايما ممتازة. هنا بقى بتورينا مثال نقاط القوة عندهم، دايما في اوقات لما يكون التركيز عالي جدا بيلعبوا الهاي بريشر، يعني ده هم هنا عملوا الهاي بريشر بشكل كويس جدا. الكرة التانية دايما بتاعتهم، يعني دايما هدف المنذر للكبير ان الكرة التانية تبقى بتاعتك، ودي اللي شفناها في معظم يعني لقطات كده في بعض المباريات اللي فاتت كابتن هاني. لو نرجع للصورة اللي قبلها ونشوف الضغط العالي اللي عملوه، الكره الثانيه هنا اتردت، خدوها وبيرموها على طول في الاجنحه زي ما قلنا. يعني لو نكمل هنشوف هم استحوذوا على او خدوا الكره الثانيه بيكسبوها بشكل كويس جدا، ثم بيرموا الكره بسرعه في الاطراف سواء ناحيه اليمين او ناحيه طالما هتاخد الكره الثانيه وانت اوريدي في الثلث الهجومي هتبقى قريب على المساحه، هتبقى قريب جدا من حارس المرمى، وهتبقى قريب انك تعمل هجمه خطيره يعني. صحيح. يعني هنا عايزين نقول الهاي بريشر لما بيعملوه بشكل مميز،
الكره الثانيه بياخدوها بشكل مميز، وده من اهم مميزاتهم. ولكن على ده مستوى الهجومي او الضغط اللي بيعملوه بشكل كويس جدا. اما من ناحيه الدفاع زي ما شفنا كده، لا في بعض المشاكل سواء كان في التمركز، في الرقابه، كرات ثابته زي ما قلنا. بس غطت لنا شكل مميز جدا ودايما متالق. عرفنا منك ان عندهم بعض الثغرات في النواحي الدفاعيه على الكرات الثابته الدفاعيه، كمان عندهم زي ما انت اتكلمت مهم جدا، وده يترجم كمان يمكن اكيد طبعا كولر اشتغل وعارف نقاط الضعف والقوه واشتغل عليها مع فرقتنا بشكل كبير، لكن كان مهم كمان ان احنا نعرف من نجمنا محمد الباز اللي بنشكره شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني، وان شاء الله فوز بكره ونخلص المباراه هنا يا رب ان شاء الله.